السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله نقوم بشرح بعنوان طريق تقسيم دائرة إلى مساحات متساوية على برنامج الأوتوكاد. أول خطوة نقوم بها نأتي إلى هنا، نختار دائرة، نقوم برسم دائرة وليكن نصف قطرها مثلا 20، إنتر. الخطوة الموالية نأتي إلى هنا، نقوم بإدخال الأمر ديف، إنتر. سيلكت أوبجكت تو ديفايد، أختار الدائرة. Enter the number of segments. أود أن نقوم بجعل الدائرة مقسمة إلى 10 مساحات. أدخل الرقم 10. Enter. نلاحظ أن التقسيمات لا تظهر. نأتي إلى هنا، نقوم بكتابة الأمر PD mode. Enter. أختار القمة مثلا 2. Enter. نلاحظ ظهرت حدود التقسيمات. الآن أقوم بإيصالها. أأتي إلى هنا لاين، وأتي إلى سناب، كليك يمين، أختار نود. الآن نأتي إلى هنا، من هنا إلى هنا إنتر، نفس الشيء من هنا إلى هنا إنتر، نفس الشيء من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. هكذا. ومن هنا إلى هنا. الآن أقوم بإخفاء علامات النقاط. نفس الشيء، أرجع إلى هنا PD mode إنتر، أضع القمة 0، إنتر. تم إخفاؤها. الآن أتأكد من المساحات. يمكنني أن أجعل لكل شكل boundary BL، إنتر، أوكي. هنا ثم هنا هنا إلى غاية الأخير، إنتر. الآن أختار أي واحد منهم، الأمر ليست، إنتر. هذه المساحة الخاصة بالشكل، عفوا هذه المساحة. أقوم بعمل نسخ لها، كليك يمين، كوبي، كنترول في، أقوم بوضعها هنا حتى أتأكد، موف، إنتر. أقوم بسحبها هكذا مثلا. الآن نأتي إلى أشكال ليست، نلاحظ المساحة هي مساوية للمساحة الموجودة هنا. أنتقل إلى شكل آخر، هذا الشكل ليست، إنتر. نفس المساحة، أذهب إلى شكل آخر وليكن هذا الشكل، نفس المساحة. يعني هذه الطريقة مفيدة جدا. باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا عني بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.